كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير، أي لا تحسن صوتك، فإن النساء رقيقات. والقوارير جمع قارورة، وهي إناء من الزجاج يوضع فيه الشراب أو العطر أو غير ذلك، وشبهت المرأة بالقارورة في سهولة الكسر كناية عن رقتها. والرفق هو لين الجانب واللطف في القول والفعل. ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بالنساء، ثبت في الأثر تقديره لزوجه خديجة رضي الله عنها، وثناؤه العظيم عليها، ورعاية خاطرها في حياتها، والبر بصاحباتها بعد مماتها. ومعلوم رفقه صلى الله عليه وسلم ببناته وسعيه في إكرامهن، فكان يقوم من مجلسه لاستقبال فاطمة ويأخذ بيدها ويقبلها. عالج الرسول عادات الجاهلية الذميمة التي لم تعرف الرفق بأن عرفهم إليه بفعله، فحمل أمامة بنت ابنته وصلى بها أمام الناس، وقد خفف النبي في صلاة الفجر مرة بعدما سمع بكاء رضيع كأنه ببكائه ينادي أمه وهي تصلي، فأراد أن يرفق بها ويرحمهما، وقال لبنات صغيرات: والله إني لأحبكن. لما سمعهن يغنين: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. حث صلى الله عليه وسلم على عشرة النساء بإحسان، وقرن ذلك بالإيمان: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. جعل الإحسان إلى النساء ميزانا للكرم وحسن الخلق ورفعته، أما ظلمهن فدليل على اللؤم والدناءة وسوء الخلق. ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. عاش صلى الله عليه وسلم حياته رفيقا بالنساء، وودع المسلمين موصيا بما عاش عليه: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم.